السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي، كنتمنى تكونوا بألف خير. بغيت نشكركم بزاف على التعاليق ديالكم اللي كتحفزني بزاف وكتعطيني القوة باش نكمل في هذا المجال. الموضوع ديال اليوم في إطار الاعتناء بالبشرة وخصوصا ترهل البشرة اللي كتخاف منه الكثير من السيدات وكتعتبره تهديد خطير لجمال المرأة والجاذبية ديالها. ولكن قبل ما تنقزوا الفيديو وتقلبوا على الوصفة بقوا معايا واستمعوا لي، انا متاكده ما غاديش تندموا. خاصكم تعرفوا بلي العامل الاساسي اللي ترهل الجلد هو التقدم في السن، ولكن ماشي في اغلب الحالات، كاينين اسباب اخرى منها اللي كتعلق بالنظام الغذائي واخرى بعدم النوم الكافي وفقدان الوزن السريع والغير منتظم وكذلك عدم ممارسه الرياضه. المهم ترهل البشره كيكون في الجسم عامه على الوجه او الرقبه او الذراعين وحتى اسفل البطن والفخذين. والماده الاساسيه اللي كتمنع ترهل البشره هو الكولاجين اللي هو بروتين مسؤول عن تكوين الأنسجة والعضلات. قبل ما نعطيكم الماسك لعلاج ترهل البشرة غادي ننصحكم بعض النصائح اللي غادي تعاونكم على الوقاية من هذا المشكل، لأن الوقاية خير من العلاج. باش ما ترهلش لكم البشرة حتى مع تقدم السن كنصحكم دائما بشرب الماء بكثرة وغسل الوجه بالماء البارد، لأن الماء البارد كيعتني بالبشرة وكيخليها دائما شابة. وبعد الحمام اغتسلوا بالماء البارد باش يبقى الجسم ديالكم دائما مشدود. وحاولوا تناولوا أطعمة كتحفز إنتاج الكولاجين بحال الفواكه اللي فيها الفيتامين سي، مثلا الكيوي البرتقال والفراولة. والنوم الكافي والمبكر حتى هو كيحفز على نمو على تكاثر الكولاجين في الجلد. وبطبيعة الحال كنصحكم بممارسة الرياضة المنتظمة، ماشي مرة في الشهر ولكن مرة في الأسبوع. ودابا غادي نعطيكم جوج وصفات أو ماسكات لعلاج الترهل بالنسبة للجسم كله. أول ماسك غيكون خاص بالجسم اللي هو ماسك ديال القهوة، غادي تحتاجوا فيه نصف كأس من القهوة المطحونة مع ملعقة كبيرة من عصير الحامض وجوج معالق من زيت الزيتون وكذلك ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة. هاد المكونات كلها كتحفز الكولاجين في الجلد ديال الجسم كامل، لذلك هو ماسك خطير ورائع جدا. كتستعملوه من بعد الاستحمام مباشرة، والطريقة كتمزجوا الخليط مزيان وبعد الاستحمام كتدهنوا به الجسم ديالكم كامل مع حركات دائرية باش البشرة تستجيب لهذا المزيج. وحتى الوجه تقدروا تحطوا عليه لهذا الماسك لأنه غزال بزاف وما عنده حتى شي ضرر للبشرة لأنه طبيعي وكيعالج الترهل بسرعة، ولكن المواظبة هي اللي كتعطي النتيجة. دونك ننصحكم أنكم دائما إلا بغيتوا تديروا شي ماسك خاصكم تواظبوا عليه باش تلقاو النتيجة اللي كتمنوا. أما بالنسبة للماسك ديال الوجه غادي تحتاجوا فيه بياض البيض، خاصكم تعرفوا بأن بياض البيض راه غني بالكولاجين وصراحة كيعاون البشرة على أنها ما ترهلش، لذلك غتحتاجوا بياض البيض مع قطرات من الحامض. واحد المكون آخر اللي غادي تعجبوا فيه لأنه قليل فاش كنستعملوه دائما كنلوحوه اللي هو قشور ديال البيض. خاصكم تعرفوا بأن قشور البيض خصوصا هذيك الجلدة اللي كتكون لاصقة في القشور غنية بالكولاجين والبروتينات، لذلك أنا كنصحكم تحتفظوا به دائما في الثلاجة. الطريقة كيفاش غادي تستعملوه، غادي تحتاجوا انكم تطحنوا القشور باش تحل لكم ضروري ما تكرموها. الطريقه كيفاش تكرموها، كيف كان انا كنشعل الفران وكنطفي عليه وكنديرهم في الفران دغيا كيكرموا كنطحنهم وكنزيد، ومن بعد كنشد البياض ديال البيض كنخفقوا مع هذيك القطرات ديال الحامض وكنزيد عليهم هذيك البودره ديال القشره ديال البيض، كيولي واحد المزيج اللي في نفس الوقت تقدري تستعمليه
كمقشر وفي نفس الوقت كماسك. لذلك خاص ملي غتمزجوا الخليط غادي ديروا على البشره ديالكم تخليوه شي شويه، ديروا ليه حركات دائريه، من بعد تخليوه شي 20 دقيقه في الوجه ديالكم. صراحه ماسك رائع جدا وغادي يعاونكم بزاف. وما تنساوش المداومه، لانكم اذا استعملتوه غير مره واحده راه ما غاديش تلقاو النتيجه اللي كتستناو. بالنسبه لهذا الماسك قليل اللي كيستعمل فيه القشور ديال البيض، ولكن القشور ديال البيض راها مهمه جدا، لانني انا شفت ماسكات فيها بياض البيض والحامض كيستعملوهم بوحدهم ولكن ما كيستعملوش القشور ديال البيض. كنتمنى انكم تتبعوا هذه الوصفات، صراحه الا ما داومتوش ما غاديش تلقاو النتيجه اللي كتمناو، لذلك ننصحكم انكم تداوموا باش تلقاو النتيجه اللي كتقلبوا عليها. والان غنتكلم لكم على واحد الماده بغيت نشارك معكم الفوائد ديالها ودرت عليها بحث والكثير من المتتبعات بغاوني نهضر عليها. هاد الماده قليل اللي كيعرفها وعجيبه والفوائد ديالها لا تعد ولا تحصى، وسميتها لبان الذكر. كيف كتشوفوا في الصوره هذا هو الشكل ديال لبان الذكر، اللي هو الكولاجين الطبيعي اي البوتوكس طبيعي اللي كيعالج جميع مشاكل البشرة. هاد اللبان عبارة عن مادة صلبة اللي كيتم الحصول عليها من الأشجار عن طريق شق الساق ديال الشجرة، وكتخرج منه واحد المادة بيضاء حليبية كتحمي الشجرة. بالنسبة للفوائد ديال هاد اللبان فهي عديدة، غنتكلم لكم على بعض الفوائد وتلقوا ودنيكم معايا. أول فائدة هو علاج ترهل اللي هو موضوع ديالنا في هذا الفيديو، كيعالج ترهل البشره اللي السبب ديالو كيف قلت لكم هو نقص في الكولاجين. وبما ان اللبان الذكر هو كولاجين طبيعي فهاد الماده غادي تعالج 100% ترهل البشره. ثاني حاجه كيملا التجاعيد والخطوط التعبيريه، لذلك في بلاصه ما تفكروا في البوتوكس الاصطناعي عندكم حل طبيعي، خاصكم غير تعرفوا كيفاش تستعملوه وديروا عليه بحث، راه خطير جدا. كيعطي نضاره وصفاء للبشره وكيعالج التشققات والخطوط حيث كيساعد على زياده سرعه تجديد الخلايا، وكيعالج الهالات السوداء والتجاعيد تحت العين. هنا تفكرت واحد السيده اللي كتبت لي في التعليق عن حل للهالات السوداء، هاد الماده حل فعال. وكيعالج حتى اثار الجروح والبقع البنيه اللي كتكون في الجلد، حتى الدوالي والعروق الزرقاء حتى هي كيعالجها. هذا شيء عجيب لانني ما كنتش عارفه هذه القضيه، وكيف قلت لكم كيعالج حب الشباب والمشاكل ديال البشره. وكيف شفتوا الفوائد ديالو بالنسبه للبشره عديده وكتجيك عجب هاد الماده انها تعالج هادشي كامل. كتعالج هادشي كامل، خاصكم غير تجربوه. من خلال البحث ديالي لقيت بانه كيعالج حتى الجهاز الهضمي اللي كيعاني من الامساك، راه مزيان ليه. وبالنسبه لاصحاب السكري حتى هما كيعاونهم بزاف على تنظيم نسبه السكر في الدم، وحتى المراه الحامل مفيد ليها بزاف والجنين حيت كيساعدها خصوصا في فتره الوحم على التقيؤ والدخان كيحيدهم. وبالنسبه للجنين راه مزيان لانه كيساعد على نمو سليم للجنين. كنصحكم تبحثوا عليه، راه رائع جدا ونعمة من عند الله. ودابا غنعطيكم الطريقة باش تستعملوه في الوجه بالنسبة للناس اللي باغين يعالجوا الترهل والتجاعيد والخطوط. المهم الطريقة سهلة، غادي تاخدوا ملعقتين من لبان الذكر وغادي تاخدوا الماء المغلي. ملعقتين من لبان الذكر غديروهم في كأس من الماء المغلي وغتسدوا عليه مزيان وتخزنوه في شي بلاصه مظلمه، اتخزنوه ليله كامله، والغد اللي غتلقاو هذاك الماء ولا مائل ابيض بحال الحليب. كتشدوه وكتصفيوه من هذاك اللبان وكتاخذوا هذاك الماء وكديروه في رشاشه من الزجاج وتخزنوها في الثلاجه، وتوليو ترشوا وجهكم على الاقل جوج المرات في النهار بهذاك الماء. الريحه ديالو رائعه بحال ريحه الفاني الورد، ما عرفتش كيفاش نوصف لكم الرائحه ديالو، زوينه بزاف. وباش تعرفوه واش مزور ولا حقيقي من خلال الريحه ديالو ومن خلال اللون ديال الماء. من بعد ما كتخليوه في الماء المغلي اللون ديال الماء خاصو يكون مائل للحليب.
المهم كنتمنى نكون فدتكم بهاد المعلومات اللي عطيتكم في هاد الفيديو. انا درت البحث ديالي وكونوا اكيدين بان المعلومات كامله من مصادر موثوقه، وكنتمنى تقوموا بالنصائح اللي عطيتكم، واي سؤال اي استشاره تقدروا تخليوها ليا في تعليق، وما تنساوش الاشتراك والاعجاب باش تدعموني باش نزيد في هذا المجال ونزيد نحط لكم فيديوهات زوينه ومفيده بطبيعه الحال. شكرا بزاف على المشاهده، كنتمنى تكونوا استمتعتوا بالمشاهده، وما تنساوش التعاليق لانها كتزيد تخليني نزيد نعطي ان شاء الله. وبسلام عليكم ونهاركم مبروك.